سيداتهن النساء اللواتي لا يعرفن ما يلائم أجسامهن من صيحات الموضة العصرية، وربما لهذا السبب ظهر خبراء الموضة في الآونة الأخيرة. أمل تيسير استشارية المظهر والموضة هي واحدة من أهم الشخصيات الرائدة في هذا المجال، يتسابق كثيرون للاستعانة بمهاراتها للخروج بأجمل الإطلالات. وفي لقاء لها مع غوشيا تحدثت أمل عن أهمية حصول المرأة على خبيرة تهتم بمظهرها. هلأ معظم الناس ما بتعرف أنه الناس بتكون اللي بنقول عنه impression عن بعض أو فكرة عن بعض بأول 3 ثواني من لما بيلتقوا، فالسيدة اللي هي حابة تعطي الإمبريشن الصحيح عن هي مين وحياتها وشغلها والكارير تبعها، هي بتعين ستايلست حتى تساعدها تترجم شخصيتها عبر اللوك تبعها. وعن العنصر المفقود في خزانة كل امرأة قالت أمل: ما بعرف، بتهيألي في أوقات عنصر الجرأة، يمكن مش إنه كأيتم واحدة، يمكن في بلاقي كتير سيدات بميلوا للألوان النيوترال أو الألوان الحيادية اللي هي لازم كل سيدة يكون عندها إياها، بس لازم كل سيدة كمان يكون عندها اللي إحنا بنقول عنه العنصر المفاجئ بخزانتها، اللي هي لما يكون عندها مناسبة كتير مهمة تقدر تلبس وتبهر الناس فيه. أما القطع الأساسية التي يجب توفرها في خزانة كل امرأة، طبعاً القميص الأبيض، أنا عندي خزانة كاملة بس قمصان بيضة ولساتني مقتنعة أنه ما لقيت المناسب. الفستان الأسود أكيد، الحقيبة اللي هي بتناسب كل اللوكس، ممكن تيجي سودة، ممكن كحلية، ممكن بنية، ممكن بيج. الجينز المناسب للنوع جسمها، جاكيت طويلة تقدر تلبسها لما ما يكون، لما بدها تخبي حالها، بتعرفي الايام اللي هي مريضه وما لها خلق انه تأنق نفسها. بتهيألي شوز كمان بلون حيادي يكون زحف، وواحد ثاني بكعب عالي، يعني اشياء اللي هي لما ما يكون لها خلق تفكر انا شو بدي البس تلجأ لو تعرف انه هاي ضابطه علي وهاي اوكي وبتلبق على كذا شغله. وعن الصيحه التي تتمنى امل اندثارها، ما في اقول ما ملائمة على اي سيدة، بس هي مش صيحة هلا، البناطلين اللي بنقول عنهم الفليرد على الاخر، ما بعرف يعني يمكن لبسناهم كثير واحنا بايام المراهقة وكنا نمسح الاراضي فيهم وهيك، رجعوا بس مش اخر موضة، مش هلا يعني صيف الشتاء هاي السنة، سوري خريف شتاء هاي السنة، بس ما بعرف ما بيبهروني، يمكن بحس انه ما بيطلعوا أجمل ما بالجسم تبع الإمرأة، هيك بيطلع الشكل غريب. وماذا عن اللمسة التي تميز أمل عن غيرها من خبراء المظهر؟ بتهيألي خبرتي اللي قبل ما فتت بمجال الأزياء اللي هي كانت بالموارد البشرية وتحليل الشخصيات بالسايكولوجي، ساعدتني كتير أني أتفهم زبوناتي بشكل أكبر وأساعدهم أكثر أنه فعلاً يعكسوا شخصيتهم. يعني أنا مش بس بلبس الزبونة حسب ما بيلبق لجسمها ولا لون بشرتها، أنا عندي جداً مهم كمان أنه هي لما بتطلع بالمرأة كل مرة تقول أوف مبلا هاي اللوك أنا، فيمكن هذا الشغل بتميزني أكثر، وأنا يعني مولودة وعايشة طول عمري بالإمارات، فهاي كمان بتعطيني أج أنه أقدر أتواصل أكثر مع زبوناتي لأنه عارفة الثقافة وعارفة كيف هم بيحبوا يطلعوا للناس بأي شكل، يعني ما عندي اللي هو العقبات اللي هي بتيجي مع يمكن المغتربين اللي بيجوا لهون اللي ما عندهم علم بالثقافة. وبخصوص الصيحة التي نالت أعجابها هذا الموسم، يمكن حبيت كتير السبورت شيك اللي هي اللوك اللي عم بيعملوا زي البدلات الرياضية على كتير شيك، بحطوا لهم القماش اللي بتلمع أو السيكونس اللي هو دائماً بقول عنه ترتر، بنسى شو الاسم العلمي تبعه، بس حلو كتير إنه يعملوه بطريقة أنثوية، هاي يمكن أكتر شيء بحبه هاي الفترة. والجاكيت الميليتري كات اللي هي زي الجيش بحسها كتير أنيقة، بتلبق على الجينز، بتلبق على فستان، بتلبق على بانس. طبعاً في الباترنز وال الانيمال برينت اللي هي مثلا زي جلد زي جلد النمر او شيء هيك، انه هدول حلوين، بس يمكن هدلاك ما بعرف بيناسبوا شخصيتي اكثر فبيعجبوني اكثر.
وعما إذا كان وزن المرأة أو لون بشرتها يؤثر على اختيار ما يناسبها. هلأ بكل صراحة في ماركات معينة من الماركات العالمية اللي هي اللي احنا بنقول عنها ديزاينر براندز من دور الأزياء اللي كتير كبيرة ما بيعملوا سايزات كبيرة، فلو سيدة حابة تلبس من عندهم كتير أوقات بنتغلب إنه ما بنلاقي هير سايز، بس غير هيك في كتير أوبشنز ولازم الوحدة تعرف تنقي. من يمكن مشكلة السيدة هاي الأيام إنه دائما مستعجلة، بدها تروح على محل تلاقي فيه كل شيء وتروح، بس لو بتروح شوي بيقدروا إنه يعملوا لوكس من كذا محل مختلف. ما في صعوبة لأنه إحنا بلد فيها كتير جنسيات ودائما البايرز اللي هم اللي بيشتروا البضاعة للمحلات بيعملوا بحسابهم هاي الشغلة، فبتلاقي سايزات كتير وأشياء بتناسب سكين كولرز كتير، بس بنفس الوقت بدها تطول بالها شوي لحتى تلاقي هي اللي بيناسبها زي أي سيدة تانية. تحس إنه أي موضة بتلبق على أي جسم؟ لا طبعا مش أي موضة بتلبق على أي جسم، والمسألة ما دخلها بزيادة وزن أو نقص وزن، في أشكال جسم مختلفة إحنا منقول في أشياء أنجيلر اللي هي بتيجي زي زوايا، ومنقول في أشياء كيرفيشس اللي هي بتيجي زي مدورة، وممكن واحدة تكون نحيفة ممكن واحدة تكون مور أوفرويت، هاي الأمور كلها هي بتعمل الفرق، شكل الجسم حجم الجسم، بس ما شرط انه الوحده تكون اكستريم حتى الموضه ما بتلبق لها. يعني مثلا ممكن سيد بارداف ما يلبق لها موديل بنطلون حتى لو كانت هي يمكن سايز 8 يو كي اللي هو السايز المثالي يعتبر، انه اللو ويست ما المفروض تلبسه مع انه جسمها مثالي بس ما بتلحله عليها. عرفتي؟ فمش كل شيء لكل حد. وفي الختام كشفت لنا امل عن النجمات العربيات التي تتمنى التعامل معهن. اغير ستايلها؟ ما أظن في حد يمكن بدي أغير ستايله، بس في ناس معينة حابة أتعامل معاهم، مثلاً الملكة رانيا، أحلام، نمال الزغبي، هدول الناس كتير بيعجبني ستايلهم، فبحب أتعامل معهم أشوف شو ممكن الواحد يقدر يزيد على اللي عندهم، لأنه إحنا برأينا أنه وصلوا أنه كل واحدة بستايل المختلف تبعها وصلت قمة الأناقة، فيمكن هاي تشالنج كتير كبيرة تكون لإلي أقدر أضيف على الستايل طبعاً، فيمكن هدول الثلاثة أكتر شي حاب أتعاون معهم.